السلام عليكم دكتور. الرابع إن شاء الله اليوم سوف نقوم بداية بدرس تقريب الكسور والأعداد الكسرية. طبعا هذا الدرس يعني فكرته جديدة، لكن إن شاء الله راح نشرحه بطريقة سهلة وممتعة. طبعا تشكل الصحراء ثلث مساحة الكرة الأرضية، كيف أقرب هذا الكسر؟ كيف أقرب هذا الكسر؟ الإجابة على هذه الفقرة سوف نقوم اليوم بمناقشة ما هي القيم المرجعية. القيم المرجعية مثل هي الصفر والنصف والواحد، الصفر والنصف والواحد، هذه قيم مرجعية. فمثلا لو أحكي لك مثال، تقدم 4 طلاب من الصف الرابع لامتحان في مادة الرياضيات وأحرزوا العلامات الآتية: طالب أحرز 9 من 10، طالب 6 من 10، وطالب 1 من 10، وطالب 4 من 10. الآن نلاحظ أن العلامة الكاملة راح تكون 10 من 10، إذن العلامة الكاملة هي 10 على 10، وعشرة على عشرة يعني 1، 10 تقسيم 10 1، إذن هذه تعد أحد القيم المرجعية. الآن لو أحكي لك أن الطالب جاب 1 من 10، 1 من 10 هي قريبة إلى الرسوب، الرسوب تعد 0 من 10. طيب نسبة النجاح الآن، نسبة النجاح اللي هي نصف العشرة، ما هي العلامة نصف العشرة؟ 5، يعني الطالب جاب 5، إذا نحكي عنه إنه هو هاي علامة النصف، يعني علامة النجاح. طيب إيش راح يفيدني هذا؟ راح يفيدني بالنسبة للأمثلة الموجودة بالكتاب. أستعمل القيم المرجعية 0 ونصف و1 لتقريب كل مما يأتي: 3 على 8. طبعا في هنا طريقة باستعمال النماذج. أول شيء أنا بعرف إنه 1 يمثل جزء كاملا، تمام. الآن النصف، لأنه أنا القيم المرجعية 0 و1 ونصف، هاي هي. طيب الآن كيف بدي أمثل أنا 3 على 8؟ راح أرسم نموذج مجزأ إلى 8 أجزاء، وراح أقسمه إلى 8 طبعاً، وراح أضلل منه 3 أجزاء. طيب الآن سؤالي يا مس، 3 على 8 أقرب لأن تصبح نصف، يعني إنه أنا ضللها جزء ألون هذا الجزء بصير نصف، ولا أقرب إلى 1؟ لا، نلاحظ أنها أقرب إلى النصف، أقرب إلى النصف. هذه هي الطريقة الأولى. أما الطريقة الرقم 2 اللي راح نحكي عنها، اللي هي أول شيء راح أكتب الأرقام من 0 إلى 8، يعني من 0 إلى الرقم الموجود بالمقام. شو الموجود بالمقام؟ 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا لو كان بالمقام 7 بدك تكتب للـ7، لو كان 10 بدك تكتب للـ10، وهكذا. الآن 3 على 8، وينها العلامة 3؟ هي باللون الأصفر، 3 على 8 اعتبرها علامة. طيب لما الطالب جاب 3 من 8، هل هو أقرب إلى الرسوب، يعني إلى الصفر، أم إلى علامة النصف اللي هي 4، لأنه نصف 8 4، أم إلى العلامة الكاملة اللي هي 8 على 8 اللي هي تمثل 1؟ إذا نلاحظ أن 3 أقرب إلى النصف، 3 أقرب إلى النصف. فأنا راح أكتب الآن أنه 3 على 8 تقريبا، لاحظ 3 أقرب إلى 4، بس ما راح أكتب 4، راح أكتب أقرب إلى النصف، تقريبا نصف، تمام. نأخذ كمان مثال، أمثل 1 صحيح و1 على 6، راح أقربه باستخدام القيم المرجعية. طبعا أنا بحكي هذا عدد صحيح، ولا كأنه موجود من خلال آخر خطوة. الآن أنا عندي 1 على 6، أول شيء راح أكتب الأرقام من 0 لعند المقام. كم المقام؟ 6. يلا 1 2 3 4 5 وهي 6. طيب الآن سؤالي، بدي أحدد القيم المرجعية. القيم المرجعية اللي هي الرسوب اللي هي 0، والعلامة الكاملة اللي هي 1، يعني 6 من 6 يعني 1، وأيضا النصف 6 هي 3، هي 3، هاي هي. طب العلامة اللي أنا حصلت عليها 1، الواحد أقرب إلى 0 أم إلى 3 أم إلى الـ6 اللي هي 1؟ لا، نلاحظ أن الواحد أقرب إلى 0، فأنا مكان هذا الكسر راح يصير عندي 0، فواحد زائد 0
الجواب تقريبا 1، إذا تقريبا يساوي 1. الآن ننتقل إلى أتحقق من فهمي. بنفس الطريقة راح أقرب 4 على 9، راح أكتب الأرقام من 0 إلى 9. الآن راح أكتب الأرقام من 0 إلى 9، علامة الرسوب هي 0 والنجاح 9 من 9، يعني هي تمثل 1، فهيك أنا بكتب 1. أما النصف، كم نصف الأربع؟ 9، 4.5. وين تقع النصف؟ إذا النصف يقع هنا. طيب الآن سؤالي، العلامة اللي أنا حصل عليها الطالب 4، هل الأربعة أقرب إلى الرسوب أم أقرب إلى النصف أم أقرب إلى العلامة الكاملة الواحد؟ يعني لا، هي أقرب إلى النصف، فبحكي هذا الجواب تقريبا يساوي نصف. 2 صحيح و5 على 6، أول شيء 2 عادي بخليها لآخر خطوة، باجي 5 على 6، رح أكتب الأرقام من 0 إلى 6. طيب الآن بحدد القيم المرجعية 0 والنصف اللي نصفه للستة 3، والعلامة الكاملة هي 6. الآن ما هي العلامة اللي أنا حصلت عليها؟ 5. طب الخمسة أقرب إلى العلامة الكاملة أم إلى النصف أم إلى الرسوب؟ أقرب، يعني مين أحسن، الخمسة تروح على الستة ولا على الثلاث ولا على الصفر؟ لا، على الستة الأقرب. الستة طبعا العلامة الكاملة هي تمثل الواحد حكينا. إذا أنا مكان هذا الكسر 5 على 6 أصبح لدي تقريبا يساوي 1. طيب 1 زائد 2، إذا الناتج التقريبي 3. الآن 1 على 12، بكتب القيم من 1 إلى 12، بحدد القيم المرجعية 0 والنصف اللي هي 6، النصف اللي هي 6 والواحد اللي هي 12. الآن العلامة هي 1، هي حسب البسط، الواحد أقرب إلى وين؟ إلى الصفر. إذا هذا الجواب تقريبا بكتب يساوي 0، تقريبا يساوي 0. الآن ننتقل إلى أتحقق من فهمي الموجود صفحة 25، أكل زيد 1.5 رغيف خبز. أستعمل القيم المرجعية 0.5 و1 لأقرب العدد الكسري. طبعا أول خطوة الواحد عادي بخليها لآخر خطوة، باخذ 1 على 3. شو هم الأعداد المحصورة؟ يلا 0 1 و2 و3. طيب الآن بحدد القيم المرجعية، القيم المرجعية اللي هي 0، هيها 0 و3 اللي هي 3 على 3 يعني 1، وأيضا ما هي النصف؟ 3 1.5، إذا هون يقع النصف. الآن أنا عندي البسط 1، البسط هو 1، هي الواحد أقرب إلى الصفر بده خطوة واحدة ولا يروح نصف خطوة للواحد ونص؟ لا، أكيد أقرب إلى النصف. إذا ما كان 1 على 3 يصبح نص، 1 زائد نص 1.5. هيك بيكون انتهى درسنا لهذا اليوم. يا رابع، يعطيكم العافية.